لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم 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 لا مع غيركم، فنفوز فوزا عظيمة. لابن الزكي ألا يا مقلة فجري من الدموع دميان يا مهجة فطري، مرملا يا 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 مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي يا سروري يا ضياء بصري. حكي أمها الله يساعدها، بناية تقضي على شاط الفرات ضمن والماء أشربه صفوايا بلا كدري، بني في لوعة خلفت والدة، بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر ما كنت آمل أن أبقى وأنت على وجه الصعيد
فجيع الصخر والحجر رملا على الجاسم هوات تلطم صدرها تنادي عروسك بين سعد يا ابني أسرها ويلي وانت طريح جثتك ما حد قبرها مدلل يا عقلي وعلى الثرى تبقى رمية وقالها بلسان الحال صبر وادعيني وجمعي وساد من الترايب والسديني ويا والدة شقي ضري حول حديني صاحت شبيدي والعدا دنول مطية صاحت شبيدي والعدا دنول مطية يا ابني ضعيفة وذوب قلبي مصابك بعدك شباب وما تهنيت بشبابك عريس يا ابني ومن دم نحرك اخضابك وشخصك قبالي لوح كل صبح ومسي يا 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 والله وشخصك قبالي لوح كل صبح يا 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 ومسي ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم في بطون أمهاتهم وقيل كيف ذلك يا رسول الله قال بإطعامهم الحلال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذكره وشرفه الصلوات وارحمنا بمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يوجد في هذا المضمار والمجال مجال التربية والتأديب خصوصا في عصرنا الراهن كثير من النظريات التي تعنى بمسألة التأديب والتربية للنشء وللأطفال، ولكن يوجد لدينا أيضا في المقابل نظرية إسلامية دينية إلهية أيضا تعنى بتربية هذا الإنسان وتأديبه، لكن الفرق
بين التربية الأرضية إذا صح التعبير أو الوضعية، أنها تهتم بتأديب وتربية هذا الطفل بعدما يولد ويخرج إلى الدنيا، يعني يكون واقع موجود في الخارج مشخص. أما في النظرية الدينية والإسلامية للتربية والتأديب فإنها تهتم بمسألة الطفل وتربيته وتأديبه منذ كون جنين في بطن أمه، لم يخرج بعد إلى الدنيا، وهذا يعطي أهمية كبرى يبين من قبل الإسلام لأجل هذا الإنسان وتربية هذا الإنسان. وطبعا الهدف من ذلك كله لأنه إخراج جيل واعي وصالح ومؤمن، هذه هي غاية كل الناس. يعني حتى الإنسان الغير سوي اليوم، إنسان قد يكون منحرف لكن ما يتمنى من أولاده أن يكونوا منحرفين مثله. لذلك شوف ألاحظ يعني، وهذا شيء موجود وما ممكن يعني تكذيبه، أن حتى الأناس المعروفين مثلا بالسلوك الغير طيب وغير صحيح، شوف عندما يريد أن يتزوج مثلا أن يختار الزوجة الصالحة، الزوجة مثلا المؤمنة، هو رجل مو سوي، هو رجل مو صالح على كل حال، ولكن عندما مثلا تشوف عنده خرابيط بحياته كثيرة من منذ يعني بلوغه إلى سن كبير يوصل، لكن يوم اللي يفكر يستقر ويتزوج يشوف له شنو عائلة وكذلك زوجة تكون صالحة. ليش؟ حتى تخرج له أولاد، تولد له أولاد بعد ذلك يكونون على غير الطريقة التي كان هو عليها، فيبين أن النشأ الصالح والمؤمن هي يعني حاجة والكل يريدها. ولكن كيف أنا أخرج ولد صالح؟ كيف أن أربي نشأ صالحا مؤمنا؟ لأن كل شيء يحتاج إلى أتعاب وإلى مقدمات كما يقولون، كل نتيجة لابد تعتمد على مقدمات أولا، ويقول المناطق بأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، أنت ماذا قدمت النتيجة تكون، من يبذر الشوك يجني شنو الشوك، ومن يجني أو يبذر الورد بالنتيجة سوف يرى الثمر والنتيجة وردا. فلذلك أنت تريد ولد صالح، تريد ولد مؤمن، هذا يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى أتعب مثلا، إلى أمور كثيرة لابد أن تهتم إليها. فلذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وآله ونبه لمسألة تربوية مهمة جدا، وهي مسألة عندما قال، وطبعا لذلك صار الاستفهام من قبل الموجودين، وكيف ذلك يا رسول الله؟ الطرح الذي طرحه الرسول يبين جديد على أسماع الناس. ليش؟ لأن النظرية العامة والموجودة هو أنه يؤدب الولد عندما يكون في الخارج عندما يولد، أما يتم تأديبه وتربيته في بطن أمه كيف ذلك؟ فلذلك شنو قال الرسول صلى الله عليه وآله وهو يتكلم الآن؟ ليس بمنطلق الرسول قدر ما هو يتكلم من منطلق الأبوة لهذه الأمة، حيث هو الذي يخاطب أمير المؤمنين ويقول له أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. الآن رسول الله يتخاطب معنا كأب للأمة مو كرسول ونبي. لذلك قال أدبوا أولادكم في بطون أمهاتهم، يعني اللي يقول وهم في بطون أمهاتهم. لذلك صار السؤال وكيف ذلك يا رسول الله؟ يصير يعني واحد يؤدب وهو في بطن أمه وهو بعد جنين؟ فأجاب نعم. كيف يكون ذلك؟ قال بإطعامهم الحلال. يبين بأن من أهم المسائل التي ينشأ عليها هذا الطفل والتي تؤثر عليه تكوينا هي مسألة الطعام الحلال، وهذا طبعا كنا يعرف بأن الطفل لا يأكل مثلنا من الطعام والشراب الذي نأكله، ولكن هو يتغذى على غذاء الأم.
شنو تأكل الأم هو شنو بالنتيجة يأكل ويتغذى. فإذا دخل في بطن الأم طعام حرام أو على الأقل مشبوه، فإنه بعد ذلك شنو سوف ينتقل بالغذاء إلى من؟ إلى هذا الطفل، وسوف يتأثر تكوينا. قد اليوم العلم الحديث ما يوصل إلى هكذا نتيجة. ليش يعني؟ موعدنا كثير أمور في الإسلام في الدين قد يكون اليوم العلم الحديث ما واصل إلها لليوم. شو الفرق يعني بين طعام حلال وطعام حرام؟ عينا مثل قضية التذكية اليوم عندنا مثلا أنه لا يجوز أكل اللحم مثلا إلا إذا كان من حيوان شنو مذكى. مذكى شنو يعني؟ مذبوح على الطريقة الإسلامية. إنزين يمكن اليوم العلم يقول شو الفرق يعني؟ وذبحناه على الطريقة الإسلامية لو بصعق كهربائي يعني بالنتيجة هو مات. بس مؤخرا قاموا ببعض الأمور، اختبارات تحليلات كذا في المختبرات، اكتشفوا بأنه لا يوجد فرق كبير بين اللحم الذي يكون من حيوان مذكى مع حيوان غير مذكى. حتى اللون يختلف، وجود الميكروبات والجراثيم كذا موجود بينما في ذاك ليس موجودا. هذا اليوم أثبت العلم الحديث، بينما الإسلام تكلم عنه من آلاف من ألف وشوي سنة. أو إلى مسألة إلى أدب من آداب الولادة عندما يولد الطفل، من الآداب يقولون بأن تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم في اليسرى. إذن ليش؟ وإذا اليوم العلم الحديث يكتشف بأنه أول حاسة تعمل لدى الطفل يا حاسة حاسة السمع، يتأثر بالمحيط، يتأثر بالسماعيات بشكل كبير. وهذا ما أثبت أحد العلماء الألمان عندما يقولون أجرى اختبار. شنو سوى اختبار؟ أخذ مجموعة من البيض وشغل لهذا البيض موسيقى معينة مخصوصة. بطبيعة الحال بعد وقت لابد أن هذا البيض سوف يفقس يعني وتخرج شنو؟ الصيصان. فيقول هذا العالم الألماني أخذ هذه الصيصان ووضعها في باحة منزله، صاروا يتحركون بشكل شنو؟ يعني عشوائي، واحدة هنا واحدة هناك، غير منضبطين يعني. لكن يقول بمجرد أن شغل نفس الموسيقى التي كان يسمعهم إياها يوم كانوا في البيض، شاف لا هذه الصيصان تغير وضعها بحيث أنها صارت تتحرك وتقوم ببعض الحركات التي تتناسب مع شنو؟ مع الموسيقى. فخرج بنتيجة هذا العالم الألماني بأن الطفل وهو جنين في بطن أمه يتأثر بما يدور حوله من السماعيات بشكل كبير، بينما هذا الكلام الإسلام إيش قد كان يتكلم عنه، بينما اليوم تول اليوم ها يعتبر من الابتكارات والاكتشافات، بينما الإسلام كان يصدع بذلك من قديم الزمان. فلذلك هذه المسألة هي أيضا من هذه المسائل، قضية الطعام الحلال الغذاء الحلال. ما أدري قد يكون يجي اليوم والزمان اللي يستطيعون علميا إثبات ذلك يعني، وإلا هذا كلام أهل البيت كلام كذا لا يتخلف، وهو صالح لكل زمان ومكان، أثبته العلم الحديث أو لم يثبته. ولكن حتى يتعزز هذا في مفهوم، لأن يوجد ناس سبحان الله، وحتى من عندنا ليش نقول منا ومنا منا يعني نحن أصحاب مثلا هذا المذهب وكذا، شو بتقول له قال الصادق يصير محل تشكيك عنده، قال الباقر كذلك، لكن قل له مثلا قال أينشتاين ما شاء الله أينشتاين قال يصدق، نيوتن قال، فلان فلان قال، عنده كبيرة. إذن شنو هذا يعتبر بالنسبة للإمام الصادق والباقر؟ لكن على كل حال بعد هكذا تفكير يوجد. بالنتيجة يقولون أن الطعام الحرام له تأثير تكويني. شنو مقصودهم بالتكويني؟ أي قهري، تكويني يعني قهري، ليس لك أي دخال فيه،
شئت أم أبيت يترتب عليك الأثر. نعطي مثال الآن، هذه قارورة فيها ماء، لو كنت أتخيل بأنه يوجد فيها عصير عنبي مثلا وأنا شربته على أنه عصير عنبي ولكن الواقع هو خمر، عندما أنا أشرب ولا أعلم بأنه خمر وأفكر بأنه عصير، نتيجة أنا سوف يترتب علي الأثر من السكر أو لا يترتب؟ سوف يترتب علي التأثير. أنا علمت أو ما علمت ما لدخاله. فيقولون هذا شنو؟ أثر تكويني يعني قهري، أنا أعلم أنا لا أعلم أنا أدري أنا لا أدري، لا ليس له دخال. ما دام تناولت المسكر سوف تسكر. فكذلك الطعام الحرام، لذلك في الرواية فر من الحرام كفرارك من مرض الجذام، بعض رواية تقول كفرارك من الأسد. ليش؟ لما يترتب على هذا الطعام الحرام من أثر تكويني على الجنين. وبعد ذلك مو تسأل، يوجد بعضهم يقول أنا مهمتي كربيت أن أطعم هؤلاء الأولاد وأمهم من أي طريق كان، حلال حرام، أنا وظيفتي شنو؟ أن أكسوهم، أن أغذيهم، أن لا أجعلهم يحتاجون إلى أحد، المصدر حرام المصدر حلال ليس شغلي. وبعد ذلك استغرب من شنو؟ من النتائج. يقول لك أنا رجال زين ومن عائلة زينة، شو اللي يطلع لي ولد هكذا يعني أعوج؟ قل له مو حبيبي، انظر للجذور، روح طالع الأساس شنو. لأن مثل ما قلنا يعني كل شيء، كل مقدمة وكل نتيجة تتبع مقدمتها. شنو مقدمة؟ شنو تحصل من نتيجة؟ وهكذا شوف الإسلام يتدرج مع هذا الطفل بعد ما يولد. يقول لك أيضا بعد قضية الطعام الحلال، شنو طعام حلال؟ قال الإرضاع، لابد يكون الرضاعة أيضا شنو؟ مو مشوبة بحرام، لأن بالنتيجة هذا الحليب الموجود عند الأم يتكون من ماذا؟ من غذائها. شنو تتغذى الأم؟ يتكون الحليب. وإذا كان هذا الحليب متكون من غذاء حرام سوف يكون الحليب شنو؟ مشوب بحرام، وإذا انتقل إلى هذا الولد سوف يؤثر عليه أيضا بعد. وهذا شيء على كل حال، لذلك يشوف الإسلام كثيرا ما كثيرا ما يهتم بقضية الرضاعة والرضاعة الطبيعية بالخصوص. ها؟ لذلك مسألة شرعية، يقولون بأن الأم يجوز لها أن تأخذ الأجر على إرضاع وليدها يوم اللي هي ترضع الولد. مهنا شقد ترضع الولد؟ يقولوا حولين كاملين يعني سنتين. لو أرادت أن تأخذ الأجر على إرضاعها لوليدها يجوز لها ذلك، إلا أول ثلاث رضعات واجب عليها إرضاع الطفل ومن غير مقابل، وهل يسمونها اللباء. هاي مسألة شرعية يقول الفقهاء واجب عليها ترضع من غير مقابل، لما لتأثير الحليب على الطفل وكذلك على الأم. على كل حال عندنا روايات لا تسترضع الحمقاء، إذا واحدة حمقاء ها يقول لك لا تسترضعوها. ليش؟ لأن هذا يؤثر في حليبها وبعد ذلك يؤثر في المرضع، وهي يوجد عندنا رضيع ومرضعة، هذه عندما ترضع وهي حمقاء تؤثر على أخلاق الولد، على أخلاق الولد ممكن يطلع باشر أحمق. ليش؟ لأن مرضعة شنو؟ حمقاء. لا تسترضع الناصبية مثلا. ولذلك يوجد عندنا الآن، أعطيك بعض الأمثلة لتأثير الرضاعة والحليب إما طاهر أو نجس على الأولاد. نعطي مثال سلبي للحليب النجس ماذا يفعل. يقولون في منطقة، أو نذكر القصة الأولى بعد ذلك الثانية. يقولون في طهران، طهران وين صايرة؟ هذه عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم. على كل حال صارت حركة، ثورة قام بها بعض العلماء، وكان على رأس هؤلاء العلماء أحد مراجع التقليد،
وهو آية الله العظمى الشيخ فضل الله النوري قدس الله نفسه. طبعا هذه الثورة، هذه الحركة لم يكتب لها النجاح لعدة عوامل لسنا في محل وصدد تبيينها. فشلت هذه الثورة وهذه الحركة في عرف يعني الظلمة والطواغيت عبر الأجيال. عندما تقوم أمامهم معارضة وتفشل، ماذا يفعل هذا الظالم؟ ثلاثة أمور لا رابع لها: إما تصفية جسدية، قتل، أو سجن، أو تهجير وهو في أفضل الأحوال. يقولون لاحق ذاك الوقت الحاكم الظالم هؤلاء العلماء ومن ضمنهم آية الله النوري. شنو مقرر عليه؟ حكمت المحكمة بإعدامه، وجابوا ذاك المرجع وذاك العالم من هوان الدنيا على الله في إحدى ساحات طهران، يعلق، ها، يشنق ويعلق والناس تنظر إليه ولا أحد يحرك ساكن. يقول أحد العلماء، طبعا الناس وقوف وتنظر إلى الحادثة، يوجد ناس قد تأثروا، يوجد أناس قد يكون فرحين، لكن ما أثار الموقف شنو؟ أنه يوجد شاب بينهم. هذا الشاب مو فرحان، وإنما يقوم ببعض الحركات الهستيرية بحيث صار يرقص فرحا وسرورا، وبعد يأخذ الحجارة ويرميها على جسد الشيخ وهو مشنوق. يقول هذا الموقف وهذا التصرف ليس طبيعيا، لابد له منشأ وجذور. فيقول سألت أحد العلماء كان واقف بجنبي وكان صديق الشيخ، سألته من هذا الشاب وما هي قضيته؟ قال الآن لو أقول لك من هذا الشاب تصدقني؟ قال له والله بهالزمان زمن الغرائب والعجائب أصدق كل شيء. إذا قبل 100 و100 وشوي سنة يقول زمن عجائب وغرائب، زمن اليوم شنو؟ فعلى كل حال قال له أقول لك، قال هذا الشاب هو ولد هذا الشيخ. يقول الآن يعني استغرابي زاد، لما مثل ما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، يقول لا بالعكس أنا عجبي زاد. شنو اللي خلاه يكون بهذا العقوق وهو ولد مرجع تقليد؟ قال هذا محل شاهد، قال بأنه هذا عندما ولدت به أمه في النجف، وكان أبوك في النجف، كان أبوه في النجف يدرس، كان مسافرا، عندما وضعت به أمه جف الحليب نوعا ما في صدرها، ما صار عندها حليب، وهذا طفل لابد من إرضاعه بعد ذاك الوقت، مو مثل اليوم سيريلاك وما أدري شنو غير ذلك من مستحضرات اللي يشربونها ويأكلونها الأطفال. لذلك يشوف كثير من الأطفال اليوم قساط قلبي أمهاتهم وآبائهم، ليش؟ حنان ما موجود، ليش؟ لأن رضاعة ما موجود، صار أم الطفل شنو؟ السيريلاك، مو أم الطفل هذه. بالنتيجة ولو يقولون بعض الأمهات ليش ما عندهم حنان أولادنا علينا، مطالع ليش؟ إذا هذا من عمره 2 أو 3 شهور أنتم مشيتون عليه الغذاء السيريلاك شنو؟ على قولة شيخ علي الطنطاوي كان تذكرون بالتلفزيون، يقول أنا وأنتم أمهاتنا البقرة، يقول إحنا أمهاتنا البقرة، يقول إحنا كنا نشرب من قوط حليب واحد فأمنا بقرة. بالنتيجة هذا رأيه على كل حال. زين، فيقول هذا لأنه ماتت، ما أقول كانت مو صاحية الأم، ما عندها حليب، فجابوا مرأة حتى ترضع هذا الولد، وما دققوا في شأن هذه الأم أو هذه المرضعة شنو تكون، شنو عقيدتها، شنو كذا. بعد سنتين من الإرضاع حتى اشتد عظمه ونبت لحمه على هكذا حليب، اكتشفوا بأن هذه المرضعة شنو؟ يقولون ناصبية. ناصبية شنو؟ يعني مرأة تعلن العداء لأهل البيت سلام الله عليهم. شنو طلعت؟ طلعت هذا الولد العاق، وبعد كلامي وين؟ أن هذا الولد العاق شنو طلع؟ تخيل، مؤسس الحزب الشيوعي في إيران تودة،
يمكن تعرفون سامعين حزب تودة الإيراني، هذا الحلف 79 أبانا يمكن لحقوا على هذا الحزب وماذا فعل هذا حزب شيوعي. مؤسس الحزب الشيوعي في إيران تودة من كيانوري، كيانوري ابن هذا الشاب جد مرجع تقليد، ويصير لك مؤسس الحزب الشيوعي. كل تأثير ماذا؟ لأنها مرأة نجسة. خب احنا في عقيدتنا الناصبي شنو؟ نجس. أنها نجسة، حليبها نجس، شنو جابت نتيجة؟ وعندك الأمثلة كثير، يعني كن سامعين عن صدام حسين وغير صدام حسين، شلون هؤلاء كانوا؟ يعني الرجل اللي يقول لك أنا ما تنفتح نفسيتي على الطعام، طعام الإفطار من الصباح إلا أشوف قدامي رجل مسفوك الدم، هذا شنو تأثير مرأة مثل أمة هذه المعروفة؟ بعد واحد يستحي على منبر الحسين يجيب اسم أمة من معروفة، كما يقول أحد العلماء له كتاب باسم سايكولوجية الصدام، يعني نمط تفكير صدام، يقول أنا أتحدى من يأتيني باسم أبي. من هو أبوه؟ هم لحقوا بواحد اسمه حسين، وإلا هو ما عنده أبو أصلا. لذلك أنت تعرف لماذا فعل هذه المنكرات، لأنه كما قال الشاعر داسوا عفاف المحصنات لأنهم لقطاء ليس لهم آباء. يقول هذا لقيط، وإلى اليوم إذا شوف لك إنسان يعتدي على حرمة امرأة أو بريء فاعرف بأنه لقيط مرتزق، هذا ما عنده أصل، ما عنده شرف، ما عنده غيرة. صاحب الشرف ما يهجم على الناس بيوتهم في سواد الليل. فلذلك هو التاريخ إنما تقرأ تشوف نفس الأمور تتشابه أمامك. بالنتيجة هذا مثال لحليب النجس ماذا فعل. ويوجد في المقابل لا والله امرأة طاهرة أرضعت حليب طاهر ماذا فعلت. يقولون في منطقة تسمى دسفول، منطقة نائية في إيران أيضا، جاء وفد من النجف الأشرف بكبار مجتهدين حتى يزوروا امرأة عجوزة في هذه المنطقة والقرية. جاءوا طلقوا الباب، فتحت لهم الباب، سلموا عليها، ردت عليهم السلام، من أنتم؟ نحن وفد من مجتهدي النجف، جئنا نخبرك بأن اليوم ولدك في النجف الأشرف أصبح مرجع التقليد العام للشيعة في العالم. يقولون توقعوا من هذه الأم أن تفرح وتستر لهذا الخبر، أنا اليوم وإنت لو يطلع لنا ولد طالب علم شيخ شقد تفرح وتستانس؟ يقول الحمد لله الله بلغني أن يطلع لنا ولد مؤمن صالح شيخ يفيد أمته ومجتمعه ودينه، مو مرجع تقليد، هذا مرجع تقليد ومرجع الشيعة العام، ومو فرحان ذاك الفرح يعني. فسألها أحدهم، أحد المجتهدين سألها أمه لماذا أنت مو فرحانة؟ يعني ما نشوف عليش آثار الفرح والسرور كثيرا، وأنا أقول لك ولدش اليوم صار مرجع تقليد عام للشيعة في العالم كلهم. قالت لأنني كنت أتوقع أكثر من ذلك. عجيب، شنو كنت تتوقعين؟ قالت كنت أتوقع أن يكون ولدي هذا كسيده ومولاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا يخلي الواحد يسأل أكثر، أنت شنو بذرتين من بذور حتى تتوقعين هكذا ثمر؟ لابد تتعبان على هالولد، شو مسوية؟ تقول هذه المرأة الصالحة والمؤمنة أولا، وهي تشير إلى بطنها، تقول أنني ولا لمرة واحدة دخل إلى هذا البطن طعام شبهة فضلا عن حرام. والشيء الثاني أنني لم أقم بإرضاع هذا الولد ولو لمرة واحدة إلا وكنت على طهارة، ولا مرة واحدة مدة السنتين أرضعت هذا الولد ولم أكن ولو لمرة واحدة مو على طهارة، دائما أكون على طهارة حتى في البرد القارس. ولا رايح إيران يعرف برد إيران،
برد إيران مو برد البحرين، حتى جاكيت ما تحتاج تلبس، لا برد إيران اللي عاش بإيران وكذا يعرف. بعض الأوقات نفتح الحنفية يطلع ثلج مو يطلع ماي، هكذا كانت البرودة. مع ذلك تقول هذه المرأة الصالحة كنت أتوضأ وبعد ذلك أرضع هذا الولد. زين هكذا تربية وهكذا رضاعة طاهرة من شخص طاهر، أم طاهرة. شنو طلع؟ شنو جاب من نتيجة؟ نتيجة آية الله العظمى. مرجع الشيعة العام في زمانه الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله نفسه. يمكن شبابنا اليوم ما يعرف شيخ مرتضى الأنصاري من، بس اذهب إلى حوزاتنا العلمية في كل العالم الإسلامي تعرف من هو الشيخ مرتضى. اليوم نحن في الحوزات إذا لا تدرس هذين الكتابين المعروفين لهذا الشيخ الجليل، وهما المكاسب في الفقه والرسائل في الأصول، ما تستطيع أن تكون مجتهدا ولا فقيه في المستقبل. يعني قطب دائرة الدراسة الحوزوية في العالم الإسلامي كله على هذين الكتابين لهذا العالم الجليل، المكاسب والرسائل. هكذا خرج لنا شنو؟ هذه نتيجة حليب طاهر من امرأة طاهرة. لذلك احنا نقول ودائما نكرر بأن الأم عندما ترضع ولدها مو ترضع حليب قدر ما ترضع شنو؟ أخلاق، اعتقادات صالحة، أفكار، آداب. لذلك أنت حتى وجودك بهذا المكان كل رهين بمرأة صالحة مؤمنة، أنت رضعت حليبا طاهرا منها. لذلك شي يقول أحد الشعراء: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. شايف؟ هذا نتيجة أم طاهرة وحليب طاهر. أنت جلوسك في هذا المكان قد يكون اليوم موجود شباب وكذا للأسف حتى شيبة في هذا الوقت تحصل أجلكم الله ببار من البارات، جالس في شقة من الشقق شنو؟ المشبوهة. لكن أنت شو اللي يجيبك وقعدك في مأتم الحسين؟ هذا مو توفيق، هذا مو تأثير حليب. هذيك الأم وانت صغير رضيعة توديك وين العزية مثل ما يعبرون، ها، وتخليك بحجرها، وكل ما صاحت الملا يا حسين وحسين تشوف هي تصرخ وحسين، وتشوف تلك الدمعات من عين الأم تتساقط على خديك وأنت طفل رضيع. هذا ما له تأثير تفكر؟ ما له نتيجة هذا؟ يقول أحد الشعراء: وعلى حليب الأمهات نسلم. لذلك اللي عنده أم في هذه الليلة روح يقبل أقدامها. هذه بركات، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا تكون التربية. تريد ولد صالح لابد من شنو؟ مقدمات صالحة. وتعال شوف إذا طلع هذا الولد بعد هذا الغذاء الصالح والتربية الصالحة ويكون ولد يعني تقر به، أو يعني العين تفرح وتقر برؤيته. لذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الولد الصالح شنو؟ ريحانة من رياحين الجنة. لذلك شكد صعب يعني أن الإنسان يفقد ولدا عزيزا ولدا صالحا. لذلك شوف مثل هذا الشاب من نحن بذكراه في هذه الليلة، وهو القاسم بن الحسن سلام الله عليهما. شلون ولد واعي هذا وصالح هدم قتله عمه. لذلك انت تشوف كلما أراد أن يبرز إلى المعركة يقولون كان يرد، يقول لأنت شنو؟ أنت العلامة من أخي الحسن. أنت كل ما أشوفك، وسبحان الله يذكرون في سيرة هذا القاسم بأنه شنو شبه كبير بينه وبين الحسن سلام الله عليه،
بحيث كل من يراه يتذكر والده الإمام الحسن سلام الله عليه، كثرة الشبه الموجود. اذهب فأنت العلامة من أخي الحسن، اذهب إلى أمك تتسلى بك، مو فاقدة واحد، ثلاثة من إخوانك، وبعد أنت تروح صعبة على هذه الأم. فلذلك عندها يقولون كما على هذه الرواية بأنه رجع إلى خيمته وجلس ذلك الشاب واضعا رأسه بين ركبتيه وغاص في بحار الأفكار. رجع إلى الوراء قليلا، ها، قبل 10 سنوات، أبوه يحتضر، تذكر بأن أباه قد ربط له عودة وهو على فراش الموت، وقال له: بني قاسم، إن أصابك هم أو غم فحل هذه العودة واعمل بما فيها. يقول عندها: أنا فكرت بيني وبين نفسي، أنا بعد يجيني وقت أكثر هم وغم من هذا الوقت، فلذلك عمدت إلى تلك العودة المشدودة على عضدي فحللتها، فعندما حللتها قرأت ما فيها، وإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، أشبه بالوصية يعني، من الحسن بن علي لابنه القاسم: بني قاسم، إذا نزلتم أرض كربلاء وأحاطت بعمك الأعداء ورأيته وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، فلا تقصر في نصرته، وإذا مانعك القتال فعاوده حتى تحظى بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية والسلام. يقولون عندها طار القاسم فرح، حصلت الرخصة، ها؟ يقولون عندها جاء مهرولا إلى عمه: عم حسين، عم حسين، حصلت الرخصة من إمام معصوم. وإذا به يقول: لا، وهل يوجد في دنيا الناس اليوم وهذا العالم إمام معصوم غيري؟ قل: انظر وطالع. بمجرد أن الحسين رأى خط أخيه الحسن، وانت تعرف بأن الخط هو أثر للخطاط كما يقولون، ها؟ عندما رأى خط الحسن تحادرت دموعه على خديه، ها؟ وصار، ها، يشبع ذلك الخاط لثما وتقبيلا. وبعد ذلك هام في ذكرياته مع أخي، مو عضيدة، وأخوه خليصة، ها، عندها يقولون توجه نحو المدينة مسلما على أخيه. وانت ويا ما تسلم، خلنا نسلم على ذاك القبر اليوم المهدوم المسوى بالتراب، انا وياك نعزي على ابن الحسن اليوم، والحسن لا يوجد شمعة على قبره، ما موجود حتى احد يسمح له بان يقف زائرا على قبره. لذلك انا اقول اذا الحسين يقول له غريب، اليوم الحسين ما اعتبره غريب، هذا مجاز اصبح مو حقيقة، الغريب ذاك الحسن الذي مو مسموح حتى بالوقوف على قبره والسلام عليه. لذلك أنا وياك نسلم على هذا الإمام الغريب، وجايت لك أيام كلها ليالي: السلام عليك يا أبا محمد، السلام عليك يا غريب الأوطان. يقول لك: تنصرنا وانت ميت يا حسن، ها؟ فلذلك بعد يقول: خلاص، يوم اللي حصلت الرخصة ماذا نفعل؟ أذن لذاك الشاب بماذا؟ بالقتال. لكن لابد الآن يروح شنو، يتجهز ويودع أهله ويودع تلك الأم. يقولون رجع إلى خيمته، نفسها الأم هي التي كانت تقلده سيفا، ها، ومنطقته وخوذته، ها، البسته لباس الحرب جميعا، وبعد ذلك شنو، تمسكت بذلك الولد وقالت له الوصية: بني قاسم، لا تقصر في نصرة عمك،
لكن هو أيضا بعد كشاب وعنده أماني يوصي أمه بعد بوصايا. شي يقول؟ أوصيك يا موصية تسمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم ذكري يا يوم مشبابي، عطشان انا يا والده عند الشرب ذكريني، محرام من شم الهوى من دون كل اصحابي. يقولوا عندها خرج من تلك الأم، أراد أن ينقلب إلى المعركة، وإذا بالنساء يحدقن به من كل مكان، وهذه تقول يا قاسم ارحم غربتنا، وهذه تقول يا قاسم ارحم وحدتنا. عندها يقولون، سأله عمه هذا السؤال، يا قاسم كيف ترى الموت؟ وإذا به يقول له بكل وعي الشباب، فيك يا عم أحلى من العسل، ما قال مطلقا، وإنما فيك يا أبا عبد الله. فلذلك يقولون انقلب ذلك الولد إلى المعركة وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، ظل يقاتل قتال الأبطال، قتال من عاف الحياة ولم يرضى إلا بالممات. يقول حميد بن مسلم، خرج علينا شاب وجهه كفلقة القمر الطالع، وفي يده سيف وفي رجليه نعلان، وكان إلى جانبي عمرو بن نفيل الأزدي، قال والله لئن مر بي هذا الغلام لأذكلن به عمه وأمه. قلت له يا حميد، ألا يكفيك الذي نحت وشوه؟ يقولون عندها كان القاسم يقاتل إلى أن انقطع شزع نعله، فأهوى وانحنى حتى يسوي ذلك الشسع، جاء له ذلك اللعين من خلفه، شيع موالين آجركم الله، فأهوى بسيفي على مفرقه. أنا من مناد وقاسما، أنا من مناد وشبابا، عندها سقط على الأرض يخور في دمه، يفحص الأرض برجله، عندها أرسل سلامه لعمه، عم حسين أدركني. يقولون جاء له عمه، ما يفت في قلب الحسين كثر الشباب، يقولون عندها جاء وقتل قاتله وجلس عنده وخل راسه بوين بحجره، وظل يقول له عز على عمك ان تدعوه فلا يجيبك، او يجيبك فلا تنفعك اجابته. يقولوا عندها احتمل ذلك الشباب على صدره، أراد أن يأخذه إلى المخيمات. يقول حميد بن مسلم، نظرت إلى هذا الموقف وإذا بي أرى رجلي الطفل تخطان في الأرض خطا، قلت وعجب الله، هل أن ذلك الشاب أطول من عمه؟ دققت النظر وإذا بي أرى ظهر الحسين مكسوم. أنا من مناد وحسينا، أنا من مناد وسيدا.
جاب ومدد ما بين خوته قعد عدهم يا ويلي وهم موت وبس ما سمعني النسوان صوت اجت رملة تصيح الله بارك بين سبعين الف جابو بدال الشميع بين الشام زفوك وعن الحنة بدم الرأس حنوك وعلى راسك ملبسنا بالينثار عندما جاء بذلك الشباب ادخله الى خيمة الشباب وضعه الى جانب ابن عمه علي الاكبر يقولون وجاء وتمدد بين الولدين شلون يعني مخلي علي الاكبر على يمينه والقاسم على شماله وتمدد في الوسط شوية يمد ايده على واحد منهم ويتعوه وشوية على الثاني شي يقول الله يساعده ها شباب وشباب فقدك شقد مؤذي الله يخلي شبابكم وأولادكم إن شاء الله يقول بالله يا شبايان بالله لا تونو والله تونان تقطعون قلب ابن تحنو والله يا شبان يا نجوم المخيم يا بدور شرقت وين بحر دم عليهم يا هوى الغرب دنا السيم يقولون عندها جاءت ابيات الدعاء اذا عندك حاجه ها يقولون عندها جاءت رمله الله يساعدها تريد تشوف شبابها جاءت وقفت على باب الخيمه يقول انا مستحية ادخل على ولدي والحسين موجود شلون انا ادخل لذلك نادت زينب زينب خرجت لها زينب ماذا تريدين يا رملة اريد استأذن منكم تخلي الحسين شوية يطلع من الخيمة اريد اشوف ولدي اريد اتودع منه ويتودع مني يقول عندها شنو اخرجت زينب الحسين جاءت تلك الام تخيل هذا الولد كل شبر بندر يعني حتى شافت بهالطول يعني جاءت تلك الأم ورمت بنفسها على ذلك الولد وظلت الشمة شوية وتقبل شوية وش تقول اسمع نعمة الأم رملة تنادي يا ابني يا جسام عرسك مبارك ما بين الأعمام شابوش عرسك يا نافل اسهام تنثر والنابل الله أكبر شابوش عرسك يا نافل اسهام تنثر والنبل الله أكبر تمنيتك يا ابني يا نور العيون تدفني وترد ويا يردون تدفني يا ولدي وترد وانظر لطولك يا وارد الله تدفني يا ولدي وترد وانظر لطولك يا وارد الله ويلي ويلي ردك مارد الدنيا ولا مول والله ردك مارد الدنيا ولا مال
تحضرني لا وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال والله عند الضيق يا ابن قطع دمي اي والله عند الضيق يا ابن قطع اي دبي خضبوا وما شابوا وكان خضابه بدم من الأوداج للحنائي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما جرحانا من عليهم بالشفاء والصحة والعافية اللهم فك أسرانا وأسيراتنا من السجون عاجلا اللهم ومن أرادنا بسوء فارد ومن كادنا فكد اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا لا سيما المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع أطل اللهم في أعمارهم وسع في أرزاقهم وفقهم لما تحب وترضى وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.